السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. دكتور عربي محمد معكم. النهاردة عايزين نتكلم حوالين حاجة من الحاجات المهمة جدا. في بعض الدول عاملة فيها تقدم هائل جدا، اللي هي السياحة العلاجية. أولا عايزين نعرف إيه هي السياحة العلاجية. السياحة العلاجية دي أحد أنواع السياحة. برضه هنرجع تاني نوسع تعريف موضوع السياحة. السياحة إن هو أي واحد من بلد آخر جاي لبلدنا، مثلا مصر، اوكي، لاي هدف. في سياحه علاجيه، في سياحه ترفيه، في سياحه شواطئ، في سياحه رياضيه، في سياحه ثقافيه، في سياحه السفاري، في انواع كتير من السياحه. لكن عايزين نتكلم في الجزئيه الخاصه اللي هي السياحه العلاجيه. السياحه العلاجيه الهدف منها ان هو في ناس من دول اخرى عايزه تيجي مصر عشان تتعالج. في حاجة قبل ما نتكلم في تفصيل الموضوع ده لازم نعرفها، إن في منطقة الشرق الأوسط عندنا 3 دول متقدمين جدا في مجال السياحة العلاجية. رقم 1 تركيا، رقم 2 الإمارات العربية المتحدة، ورقم 3 الأردن، وإسرائيل برضه واخدة جزء من السياحة العلاجية. في شرق آسيا الهند متقدمة جدا، عاملة شغل كويس جدا خاصة في جراحات الكارديوثوراسيك اللي هي جراحة صدر القلب. تايوان وماليزيا والصين وكوريا برضه عاملين شغل كويس جدا. طبعا في اوروبا، في فرنسا وايطاليا والمانيا ويونايتد كينجدوم عاملين برضه شغل كويس جدا. USA، بس USA فيها معادله غريبه، ان هي بتستقبل سياحه علاجيه لكن في عدد كبير جدا من مواطنيها بيتعالجوا بره الولايات المتحده. بيروحوا فين؟ بيروحوا دول امريكا الوسطى، خاصة في كوستاريكا وفي كولومبيا والمكسيك. طيب تعالوا نفكر كبزنس وايز، كفكر اقتصادي، ازاي نعمل سياحة علاجية صح. اولا السياحة العلاجية فيها شقين. الشق الاولاني اللي هو سياحة الاستشفاء البيئي. ايه الاستشفاء البيئي؟ اللي هي الناس اللي بتتعالج بالمياه الكبريتية، بالرمال دي الشق. وفي مصر عندنا أماكن متميزة جدا في الموضوع ده، عندنا واحة سيوة فيها أماكن هايلة، سينا فيها، جنوب سينا بالذات فيها أماكن كتيرة جدا، البحر الأحمر في أماكن رائعة في الاستشفاء البيئي، خاصة في منطقة سفاجة والعين السخنة. أسوان برضه نفس الحكاية، فيها بعض المناطق اللي خاصة بالاستشفاء البيئي. الجزئية الثانية للسياحة الطبية اللي هي بيور ميديكال، الحاجات الطبية البحتة. في منها برضه شقين، في شق الطبي البحت وفي شق اللي هو الالترناتيف ميديسن أو الطب البديل زي الإبر الصناعي. طيب احنا عشان يعني نحلل الموضوع ده بشكل علمي وبشكل بيزنس، نفكر العميل اللي هو من دولة أخرى ليه هيجينا مصر عشان يتعالج وازاي يجينا. الدول المتقدمة دي لازم نحلل نجحت ازاي عشان احنا نمشي على نفس السيستم بتاعهم او بسيستم افضل منهم، خاصة الدول اللي هي قريبة منا في نفس البيئة او في نفس المستوى الاقتصادي او في نفس الظروف بتاعتنا. اوكي، اي واحد اجنبي عشان يجي مصر يتعالج لازم رقم 1 يبقى في معلومة عنده ان في مستشفيات كويسة جدا في مصر. يعني رقم 1 يبقى عنده المعلومة. المعلومة دي هتوصله ازاي؟ دي هتوصله من خلال ماركتينج معمول بطريقة صح، ماركتينج معمول بطريقة بروفيشنال. اوكي، هنرجع للماركتينج لما نيجي في جزئية ايه هي المؤسسات اللي في مصر المؤهلة لتقديم الخدمة العلاجية للسياحة العلاجية. طيب هو دلوقتي اوريدي خد القرار انه عايز يتعالج في مصر، في مؤسسه تين مثلا، لازم يبقى فيه سهوله جدا في اجراءات دخوله مصر، بدايه من الفيزا، فيزا الدخول، الفيزا كفيزا علاجيه. وفي نفس الوقت في شركات متخصصه للسياحه العلاجيه متعاقده مع المؤسسات المصريه اللي بتقدم الخدمه دي، وفي ديسكاونتس موجوده او في تخفيضات وفي اوفرز موجوده على الباكج ده كله على بعضه، لان هو هيتعالج باكج. بمعنى ايه باكج؟ يعني هيتعاقد مع شركه او هيتفاعل مع شركه او يتعامل مع شركه عنده في بلده، على اساس انه هيجي يعمل مثلا عمليه كذا في مصر، شامله كل حاجه، شامله من خروجه من بيته للطياره لحجوزاته في مصر
للفسحة بعد ما يخلص العملية بتاعته ويرجع تاني، باكج مثلا 10,000 دولار أو 20,000 دولار وات ايفر يعني، رايت؟ لازم يبقى فيه flexibility، لازم يبقى فيه نوع من التسهيلات في الإجراءات للدخول، وفي نفس الوقت الإجراءات المالية، عشان ده برايس سيتنج. صحيح هو السعر ما هوش رقم واحد في الساحة العلاجية، ما هوش رقم واحد في الساحة العلاجية، يعني السائح الأجنبي مش بيروح مثلا، مش هيجي مصر عشان أنا مثلا بعمل له عملية كذا أقل من الدولة التانية ب 500 دولار. اه طبعا السعر مهم، بس مش هو مش اهم حاجه، في عوامل كتير تاني هتكلم فيها، رايت؟ اذا من ساعه ما هو هيقدم على الفيزا لتعاقده مع الشركه اللي هتجيبه مصر، وصل مصر لازم تبقى كل خطوه في داخل مصر تبقى ماشيه صح، رايت؟ انا لما برضه هتكلم في حكايه الاوفرز دي شامله شركات الطيران، يعني انا مثلا ك ك ك كدولة مصرية عشان أقول أنا عايز أستثمر في الشق ده، لازم الأوفرز بتاعتي مش تشمل بس شركة مصر للطيران فقط لا غير، لا لازم يبقى كمان في تعاقدات مع شركات الطيران العالمية الأخرى، في ديسكاونتس عشان يعني أدي فرصة للعميل إن هو يجي بشركة طيران أخرى، مش شرط يبقى مصر للطيران، يعني أتعاقد مع الإمارات، أتعاقد مع العربية، أتعاقد مع الإيطالية، وات إيفر يعني، رايت؟ السيستم في مصر لازم يبقى زيرو ديفكت، ما فيهوش غلطه من لحظه دخوله المطار لحد ما يرجع هو مسافر، ما فيش كومبلينت، زيرو كومبلينت، ما فيش اي شكوى من العميل. ازاي يعني؟ انا المفروض متفق مع الشركه بتاعته ان انا مثلا في عربيه ليموزين موديل كذا هتنتظر في المطار الساعه كذا، ما ينفعش السواق يتاخر، ما ينفعش ابعت له عربيه موديل مختلف، رايت؟ ما ينفعش ابعت العربيه سوري معلش معفنه، رايت؟ دي اساسيات، العميل طالما بيدفع فلوس فمن حقه يتلقى خدمه صح، رايت؟ عشان يجي تاني او يعمل وورد اوف ماوث صح، عشان يتكلم عن الدوله وعن المؤسسه وعن الخدمه في مصر بطريقه صح، بطريقه كويسه، رايت؟ بمجرد ما انت حضرتك بتدخل توصل للمؤسسة اللي هتتلقى الخدمة العلاجية فيها دي، طبعا كل الخدمات الطبية المفروض تكون اكيوريت خاصة في الشق اللي هو هنتكلم فيه، اللي هو ايه هي بعض التخصصات اللي فيها نجاح. يعني احنا مثلا هنقول انا قلت لكم ان الهند من انجح الدول في الكارديو ثوراسيك اللي هو جراحة صدر القلب، تركيا من انجح الدول على مستوى العالم في زراعة الشعر، عاملة شغل هايل جدا يعني انترناشونالي ويل نون في الجزئيه دي. كوستاريكا مثلا في امريكا الوسطى عامله شغل كويس جدا في كذا برانش من ضمنها الدنتال، في الدنتال اللي هي كل ما هو متعلق بالاسنان، في الكوزموتولوجي، في التجميل، في الانفيرتيليتي اللي هو الحقن المجهري، ماشي وهكذا. المنظومه عشان نوصل ان العميل وصل للمستشفى بطريقه صح لازم تكون الانفراستراكشر كلها كويسه، يعني الطرق مش متكسره، الشوارع نظيفه، الخدمه كويسه في الاستقبال، يعني وصل المستشفى هيلاقي اوريدي في حاجز موجود بالغرفه بتاعته، ما انتظرش كتير لحد ما يدخل الاوضه بتاعته، الخدمه الطبيه هتقدم على اعلى مستوى، الهوسبيتاليتي اللي هي الخدمه الفندقيه صح ماشي 100% كويس، رايت؟ جزئية البرايسنج زي ما قلت لحضراتكم لازم يبقى فيه مقارنة بيننا وبين الدول المنافسة لينا في تسعير الخدمة الطبية، رايت؟ عشان يبقى العميل جاي وهو عارف هيدفع قد ايه، هو اوريدي متعاقد مع شركة وعارف هيدفع قد ايه ودارس كويس قوي التكلفة اللي هو هيدفعها، اوكي؟ طيب تلقى الخدمة الطبية في مصر، ايه هي المؤسسات المطلوب؟ يعني هل اي مستشفى ممكن تقدم خدمه علاجيه للسياحه العلاجيه؟ لا طبعا، مش اي مستشفى، مش اي مؤسسه. العميل دايما بيدور على المستشفيات اللي هي اكريدت، اللي هي معتمده دوليا خاصه بشهاده الجي سي اي. احنا في مصر عندنا عدد من المستشفيات الكويسه جدا جدا ومؤهله تماما ان هي تشتغل في السياحه العلاجيه،
يعني حاول على سبيل المثال وليس الحصر، عشان بس ما ننساش بعض المراكز او المستشفيات. يعني عندنا مثلا دار الفؤاد، عندنا سلام الدولي، عندنا المركز الطبي العالمي، عندنا دار العيون، عندنا دار الشفاء، عندنا معهد نصر، عندنا في اسكندريه مثلا مستشفى القوات المسلحه سيدي جابر، مستشفيات بكون مستشفيات كليوباترا. يعني في عدد كبير من المؤسسات اللي هي اوريدي اكريديت، واخده جي سي اي ومؤهله تماما ان هي تقدم خدمه علاجيه على اعلى مستوى. رايت ايه المطلوب طيب عشان الدنيا تمشي صح في كل المنظومه دي؟ ما ينفعش ان احنا كل عصفور يغرد لوحده، ما ينفعش. رايت دي نقطة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ما ينفعش ان انا اخلي مثلا كل انا اسف مثلا برضه من بعض المستشفيات، انا نسيت، انا اسف، اسكندريه مثلا من مجموعه اندلسيه من المستشفيات كويسه جدا، في القاهره سعود الالماني طبعا سو بروميسنج هايله جدا، سوري اذا كنت نسيت بعض المستشفيات، طبعا بالتاكيد في مستشفيات كبيره جدا ناجحه ومؤهله تقدم الصحه العلاجيه. لازما الناس الناس اللي هي بروفيشنال في اداره المؤسسات دي مع مؤسسات الدوله تلتقي وتكوبريت وتتعامل مع بعضها عشان تحط بلان ازاي نعمل ماركتينج صح، ازاي السيستم يمشي صح في الصحه العلاجيه. انا لو قلت لكم ان كوستاريكا دي ده دوله مستوى اقتصادي بدون صحه علاجيه متوسط جدا، ولكن ناجحه بشكل هائل جدا جدا في الصحه العلاجيه، بتستقطب عدد كبير جدا من العملاء من امريكا، من قلب امريكا، امريكا اللي هي تعتبر من يعني من افضل 20 دوله في على مستوى العالم في المستوى الطبي، ومع ذلك بتقدر تستقطب عملاء من هناك. رايت؟ طيب احنا عندنا يعني كذا نوع من المستشفيات اللي هي ممكن تقدم خدمة علاجية. رايت؟ برضه انا ام سوري وانس اجين اذا كنت نسيت بعض المستشفيات، مثلا المستشفى الفرنساوي في جامعة القاهرة اكسلنت، مستشفى عين شمس التخصصي جامعة عين شمس اكسلنت. طبعا بلا شك مراكز غنيم في المنصورة لأمراض الكلى حاجة يعني وي سو براود اوف ات، يعني حاجة هايلة جدا. المؤسسات اللي هي من جهات مختلفة لابد أنها تلتقي مع متخذ القرار في الدولة عشان تحط بلان إزاي نعمل ماركتينج صح، انترناشنال ماركتينج، تسويق دولي، وإزاي تكون الخدمة ماشية أكوريت 100% من الألف الياء، من ساعة ما العميل فكر إن هو يجي مصر لحد ما يرجع بيته وهو بيشكر المنظومة. لابد ان يكون مثلا في ممثلين من وزاره التعليم العالي، طبعا بلا شك وزاره الصحه، القطاع الخاص بلا شك هو يعني هو العمود الفقري في الضلع ده، جمعيات مقدمي الرعايه الخدمات الصحيه لازم ان يبقوا ممثلين، ولازم يبقى لهم راي وليهم رؤيه وليهم قرار في كل حاجه تتاخد في الموضوع دوت. رايت؟ هنرجع تاني لجزئية الماركتينج، الماركتينج الماركتينج الماركتينج. مفيش عميل هيجي أي مكان إلا إذا كان في ماركتينج صح. أنا قلت لحضرتك قبل كده في إزاي تعمل مشروع ناجح، البروموشن أو الماركتينج لازم يبقى أكوريتي. بمعنى إن أنا لما نيجي نتفق كلنا مثلا كناس متخذي قرار وكناس مسؤولين في الدولة وكناس ممثلين للجهات اللي أنا اتكلمت عليها واتفقنا على ماركتنج كامبين لمدة سنة وليها بادجت معين، اوكي، ونتفق على البادجت ده هتدفع ازاي او هتاخد ازاي، ازاي اوصل لتارجت ارياز او تارجت كونتريز او تارجت سيجمنتس اللي انا مستهدفها. انا مستهدف مين؟ مستهدف مثلا دول شرق اسيا عشان تجيلي، مستهدف دول العربية عشان تجيلي، مستهدف الدول الافريقية عشان تجيلي، كل دي ايرز ممكن تيجي مصر. رايت؟ بس السؤال ازاي اوصل لهم واقنعهم بالفكره ان انا عندي خدمه استشفاء بيئي،
يعني انا مثلا ليه تونس رقم واحد في الاستشفاء البيئي في افريقيا؟ يعني ليه؟ اكيد عاملين ماركتنج صح. ما احنا عندنا استشفاء بيئي حلو قوي، عندنا ربنا يعني ادانا مناطق حلوه قوي في الاستشفاء البيئي، يبقى احنا مشكلتنا في ايه؟ تونس معلش يعني بلدنا واشقائنا ونتمنى لهم كل الخير وكل التوفيق، بس ليهم ان افضل مننا في الاستشفاء البيئي، وعدد السياح اللي بيجي لهم عشان الموضوع ده اكتر مننا بكتير. عشان حاجتين، عشان في بلان وفي ماركتينج، تمام. والحاجة الثالثة اللي هي لا تقل أهمية، وده كونسبت احنا لازم نتكلم فيه بشفافية ووضوح وبجرأة، ان احنا لابد كشعب يكون عندنا ثقافة ازاي نتعامل مع السائح اول ما يوصل مصر لحد ما يغرب مصر. الكونسبت او الفكرة اللي انا اسف التعبير، الفكرة الغبية اللي في دماغنا كلنا او معظمنا عشان ما نعممش، ان الاجنبي ده راجل او واحدة يعني مش لاقي مكان للفلوس بيجي يرميها ويحتفها في اي مكان. لا طبعا الكلام ده مش صح. اوكي، اولا لازم نتعامل مع الاجنبي او السائح على ان هو ضيف عندنا، لازم ياخد واجب الضيافه على اعلى مستوى، عشان ده جاي يدفع لك فلوس، جاي يعني يفيد البلد ويفيد المواطن ويفيد حاجات كتير. اوكي، فانت ما تبقاش استغلالي، ما تبقاش اناني، ما تبقاش سوري غير اخلاقي في تعاملك المالي معاه. يعني ما ينفعش انا مثلا سائح اجنبي جاي في مصر عشان يتفسح، عشان اقضي وقت حلو كويس قوي، ويروح مثلا يشرب شاي مثلا في انا في خان الخليلي، وبعد ما يمشي او جاي ماشي اقول له حسابك كام، تقول له مثلا 10 دولار. ليه ان شاء الله؟ ليه 10 دولار ان شاء الله؟ يعني تشربته ايه عشان 10 دولار؟ يعني ما هو مش غبي، هو اوكي ممكن يتفحب من غير مشكله، بس خلاص باد ريبيوتيشن، سمعه سيئه للبلد. لازم نبقى واسع الافق ونفكر بالمنطق وبالعقل وبالدين. يعني انت حرام عليك انك انت تضحك عليه ليه؟ يعني ما انت شايف مثلا المصري لما بيقعد عندك في خان خليلي بيشرب شاي وتجيب له ميه معدنيه حتى لو من الحنفيه مثلا ب 10 جنيه مثلا، ليه هو تحاسبه 10 دولار؟ ليه يعني؟ فخليك انسان محترم وتعامل معاه على اساس ان هو زي ما حضرتك ان هو الراجل ده جاي يستثمر، فما نضيعش سمعه بلدنا بتصرفات رديئه تسيء لينا كمصريين وتسيء للبلد، وتضيع جهد الدولة في إن هي تستقطب سياحة للبلد. يعني برضه في أماكن كتير يعني ماشي الجزئية دي هطول فيها، لأن فعلا نقطة مهمة جدا. لما يكون سائح بيتمشى على الكورنيش في الأقصر ولا في أسوان، وبتلاقي عمال الناس بتجري وراه عشان تركبوا الحنطور، ولا 1 دولار بتشحت منه، ولا منظر بيئة، أنا آسف على اللفظ، منظر سيء، منظر مسيء لينا. ماشي، لازم نغير الفكرة دي، لازم نتغير الاتيتيود ده. ومش معقولة إن الدولة هتحط مخبر ورا كل سائح عشان نشوف مين بيعاكسه أو مين بيضايقه أو مش عارف إيه. أو حاجة تانية كمان، معلش أنا آسف بقى، يعني مثلا لما تكون سائحة أجنبية كده وأمورة ولذيذة، وتلاقي الرجالة عمالة بتبص لها بصة، يا جماعة ما تكبروا بقى، يعني اكبروا عقلوا، يعني مش كده. ماشي، ما هي فاهمه انت بتبص لها ازاي. ماشي، دي ثقافه لازم تتغير اذا كنا احنا كشعب عايزين السياحه بالنسبه لنا تبقى مصدر من مصادر الدخل المهم والقوي للبلد. لابد ان احنا نغير من نظرتنا للسائح الاجنبي بالطريقه دي، لازم نتعامل معاه بشكل محترم بشكل راقي وبشكل مهذب. تمام، بالعكس لازم تتعامل معاه بجنتلة وبشكل مهذب، تبتسم في وجهه، ويلكم سير، ويلكم مدام، بس خلاص مش اكتر من كده. هو لما يكون طالب خدمه هو هيجي يقول لك انا عايز اركب حنطور، انا عايز اشتري كذا، واداله بالسعر اللي انت بتبيع في مصر. ماشي، وما تقوليش ان هو يعني الحاجه دي عنده في بلده بكذا، انت مش موضوعك في بلده بكذا، دي قصه تاني. رايت، السياحة بشكل عام
عنصر من مهم جدا لدخل في البلد، مهم بلا شك، مهم جدا. وانتوا شفتوا في أزمة كوفيد دلوقتي قد ايه كام أسرة للأسف، يعني طب بسبب ان السياحة خلاص يعني بدأت ترجع تاني الحمد لله، لكن في شهر 4 و5 و6 و7 كان بيت اتقفل، كان بيت ما كانش عنده دخل بسبب ان في سياحة. اوكي، فلازم ان تديل تو جزء، والسياحة العلاجية شق من الحاجات دي زي ما احنا قلنا. اوكي، لازم تكوبريت تو جزر، لازم نتعاون مع بعضنا عشان نوصل لافضل الحلول، ان العميل اللي هو طالب خدمة علاجية كسياحة علاجية في بلدنا يجي ويستمتع بوقته ويتقدم له خدمة علاجية على أعلى مستوى ويرجع بلده، وهو داخله بيشكر الرحلة، بيشكر البلد، بيشكر المؤسسة اللي قدمت له الخدمة الطبية، ويبدأ يتكلم عن البلد وعن المؤسسة بطريقة إيجابية. وعلى السوشيال ميديا حكتب هيقول والله انا كان معايا جورني كويسه جدا اللي البلد الفلانيه المؤسسه الفلانيه، ودي هي ذا وورد اوف ماوث اللي هي فعلا بتبقى بتوصل من القلب للقلب، بمعنى ان احنا مهما عملت من ماركتنج كامبين، مهما عملت من تسويق كتير من خلال التشانلز معينة، هتفضل أفضل حاجة للإقناع هي word of mouth، اللي هي كلمة العميل اللي جه بالفعل وتلقى الخدمة وقال فعلا البلد دي هايلة في السياحة العلاجية. She is a perfect country in medical tourism. أوكي، إحنا عندنا مؤسسات صحية فعلا ناجحة، عندنا مؤسسات طبية سواء في في وزارة التعليم العالي أو في وزارة الصحة أو في وزارة الدفاع أو في القطاع الخاص، عندنا مؤسسات مؤهلة تماما إن هي تقدم خدمة سياحة علاجية على أعلى مستوى. يبقى نقطة الالتقاء وإزاي يبقى في سيستم عمل كويس قوي عشان نوصل لأفضل تارجت. والدول المتقدمة عليها مش أحسن مننا في حاجة، الدول المتقدمة علينا في السياحة العلاجية مش أفضل مننا في حاجة، برضه مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول الشقيقة. الأردن بلد شقيق وكلهم أهلنا ويعني وعلاقتنا طيبة جدا بيهم، بس هم متقدمين عننا في السياحة العلاجية. الإمارات العربية عاملين شغل سو إكسلنت، سو إكسلنت، خاصة في دبي، رايت؟ طبعا الشانل ال one way channel of leading this idea is the best way، بمعنى ما نسيبش ان كل مؤسسة او كل وزارة تدير الموضوع ده مع نفسها، الافضل التقاء بتاخذ القرار في الموضوع ده ويبقى في استراتيجي متفقين عليها الكل وبتتنفذ بيرفكتلي تمام، عشان يبقى في فيدباك. الفيدباك ده أو المنتج اللي بيرجع ده بيرجع لكل الأطراف، بيرجع للدولة، بيرجع لمؤسسات الدولة، بيرجع للمؤسسات الصحية، بيرجع لأفراد الشعب. أوكي ماشي، وهكذا. زي ما قلنا في دول كتير معتمدة اعتماد كبير جدا على موضوع الميديكال توريزم أو الجلوبال هيلث كير أو الصحة العلاجية. أتمنى بلدنا مزيد من التوفيق، أتمنى المؤسسات بتاعتنا تبقى كلها ناجحة بإذن الله إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، كل سنة وانتم طيبين.